لا عن شربل. يلا شكرا رشيد، تحية لكل مشاهدي الام تي في، من مسيكم بالخير، لكل متابعي فوتبول وبطولة ألفا لكرة قدم. اليوم المرحلة الأولى تستكمل بمباراة بين شباب الساحل وشباب الغزية مباشرة من ملعب الرئيس فؤاد شيب بجوني، قائدي الفريقين زهير عبد الله من شباب الساحل وعلي ليلى من شباب الغزية، هول قائدي الفريقين. حكام المباراة محمد درويش، ربيع ميرات، محمد حرب، والحكم الرابع أحمد دمج. جمهور الساحل اللي عم شوفه قدامنا على الشاشة وجمهور الغزية كمان عم بيشجعوا فريقهم على أمل كل واحد منهم يرجع من هالمباراة مع ثلاث نقاط غاليين كتير، يبلش مشواره بالدوري، باعتبار إنه شباب الساحل مباراته المقبلة مباراة رح تكون محفوفة بالمخاطر إذا بدكم، لأنه رح يواجه فريق الأنصار. الأنصار يلي كانت لها خسارة أولى قدام فريق النجمة بنتيجة 0-1، بينما شباب الغزية رح يواجه فريق الصفا يلي كانت عادل مع الإخاء الأهلي عليه من دون أهداف 0-0. ذهابا الموسم الماضي الغزية كان عم يربح 3-1، وإيابا عم يتعادلوا الفريقين 1-1 وقت حمزة سلامي أهدى ركلة جزاء للغزية. يعني الموسم الماضي 4 نقاط من أصل 6 الغزية كان عم يخدون من فريق شباب الساحل. محمد درويش كل التوفيق لطائم حكام مباراة اليوم شربل، على أمل نشوف مباراة حلوة، مباراة تكون فيها أهداف عكس مباراة امبارح. وبعالم كرة قدم في كتير مباريات بدها تجي بعدين لاحقا أكيد ما رح يكون فيها أهداف ورح يكون فيها تعادل سلبي، على أمل اليوم نشوف أهداف ونستمتع سوا. مرحبا فارس، تحية أيضا لكل مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم مباراة جديدة، المباراة الثالثة على التوالي اللي عم تتابعوها عبر شاشتنا بدوري ألفا والمرحلة الافتتاحية لموسم 2019-2020، طبعا بالتزامن مع المباراة عبر شاشة وان بتقدروا تتابعوا كل شيء عم بصير بمباراة السلام زغرتا والبرج مباشرة من مجمع زغرتا الرياضي بالمردشية. إذا مباراة على قدر عالم الأهمية بالنسبة للساحل وبالنسبة للغزية، الفريقين يلي سجلوا أو حققوا العديد من النتائج اللافتة بالموسم الماضي كانوا قراب من بعض بشكل كتير كبير، لأن الساحل كان عم ينهي الموسم بالمركز الخامس ب 28 نقطة أمام الغزية يلي كان عنده 24 نقطة لحظة انطلاق المباراة. بهالأثناء الفريقين دخلوا إلى كأس النخبة وتواجهوا بكأس النخبة بال 28 تموز الماضي، قدر شباب الساحل يفوز 1-0 بهدفه للمدافع السنغالي باكاري كوليبالي. يعني طبعا مباراة مهمة لأنه كل مباراة بالنسبة للفرق ال 12 بالمرحلة الأولى هي مهمة على صعيد تحقيق بداية جيدة، ولو أنه العهد هو الغائب عن هالمرحلة، يعني ما فينا نتحدث عن العهد الغائب عن هالمرحلة طبعا، إضافة إلى فريق طرابلس العهد يلي أصبح موجود بالأردن وعم يستعد للموقعة مع الجزيرة الأردن بنهائي منطقة غرب آسيا. كل التوفيق له، أكيد منجدد أمنياتنا وطموحاتنا أيضا منوضعها بين يدي لاعبي العهد للعودة بنتيجة جيدة من العاصمة الأردنية. بالوقت يلي عباس عطوي حاليا على الجهة اليمنى الكرة خرجت. كنت عم بتحدث عن الفريقين، عم بتحدث عن الموسم الجيد يلي عمله شباب الساحل والشباب الغزية، أكمل العمل الكبير يلي عمله الساحل من خلال كأس النخبة، قلت تخطى الغزية ضمن المجموعة الأولى عندما فاز عليه 1-0 بهدفه لباكاري كوليبالي. لكن طبعا الأهم يلي عمله الساحل بالفترة الأخيرة بقيادة الحاج محمود حمود كان فوزه بكأس النخبة على حساب الأنصار، مباراة رائعة جدا فعلا تابعناها فارس بملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وفوز مستحق كان للساحل بكأس النخبة، هيدا لقبه الثاني بعد ما كان فاز سابقا بكأس لبنان، ولو انه اللقب منه رسمي انما لقب مرتبط بمسابقة تنشيطية، لكن بدون شك عم يعطيه معنويات عالية، عم يعطيه ثقة كثير كبيرة انه بإمكانه هالموسم يكون بمركز أفضل من المركز الرابع يلي كان عم ينهي فيه الموسم الماضي. يعني بالنسبة أو المركز الخامس تحديدا. شباب الساحل خامس وغزية سادس، كمان أفضل مواسم الغزية كان شرب الموسم الماضي وقت قدر يحتل مركز سادس جدا فريقين لهلا تقابلوا 19 مرة مواجهات رسمية بيناتهم، مبارتين كانوا بالدرجة الثانية وقت الغزية ربح بالمباراة الأولى والساحل بالمباراة الثانية. غير هيك الساحل عم بفوز 14 مرة، الغزية 3 مرات وتعادل مرتين. فرصة لفريق شباب الساحل، شباب الساحل داخل منطقة الجزاء كرة عم يبعدها قلب دفاع
بمصر و ستيفن رقم 6 هون عم نشوف حسن حسون كوتش الغزية وإرنست بارفو من غانا، ثلاثة ثلاثي من غانا، وإرنست بارفو كان يلعب مع الطائي السعودي ومع النصر الكويتي، يحكى أنه واحد من المهاجمين الجيدين جدا، على أمل نشوف هالشيء عم بيترجم بالدوري اللبناني. مباراة بمجمع الرئيس وقت شيب يلي عم بيستقبل امبارح مباراة واليوم مباراة والعديد من المباريات، فرصة لفريق شباب الساحل بس تمريرة خاطئة رح تروح لفريق شباب الغزية، مش لوقت كتير، بعد الخطورة موجودة. حمود 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 على الجهة اليسرى بيحصل على ركلة ركنية، يعني محمد حمود يلي برز سابقا مع الأنصار وحاليا عم بيقوم بدور كتير مهم بمركز ظهير الأيسر مع فريق شباب الساحل. اليوم الغائب الأبرز هو عبد العزيز نداي، حسين حيدر وكالفن داوي اللي انضم هالأسبوع لفريق شباب الساحل. حسين حيدر عنده إصابة، عنده مزق، وعبد العزيز نداي فضل الكوتش يريحه للمباراة المقبلة مع الأنصار، كان بيقدر يشارك اليوم بس كان في مخاطرة بهالمباراة. بمباراة المقبلة مع الأنصار عبد العزيز نداي أكيد رح يكون موجود، هذا اللي عرفناه من الجهاز الفني لفريق شباب الساحل. خطأ لصالح شباب الغزية بالإعادة، الخطأ يلي عم نشوفه سوا يلي احتسبه الحكم محمد درويش في دفع من الخلف، خطأ واضح وحمود بيقول له مظبوط للحكم، يعني رطوبة عالية وشوب كتير كمان كبير، اللاعبين على أرض ملعب يعطيهم ألف عافية. محمد درويش عم بيشير لمكان حدوث الخطأ وتنفيذ الكرة. من ناحية فريق الغازية حاليا على الكرة أحمد مكي، أحمد بكي على التنفيذ، أربع لاعبين من فريق شباب الغازية عم بيستعدوا ليستقبلوا هالكرة داخل منطقة الجزاء. أحمد مكي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وبيطلع حارس المرمى علي ظاهر، علي ظاهر حارس مرمى منتخب لبنان، الحارس الوطني علي ظاهر، المستقبل كله قدامه لعلي. علي واحد من أبرز حراس المرمى وكمان احتياط علي ظاهر وعلي حليل، هيك وقت بنشوف حارسين من مستوى عالي كتير بنعرف انه حراسة المرمى بشباب الساحل بأمان. شربل يعني بعد موسم ماضي كان للغزية فينا نقول ممتاز، سوبر ممتاز، كان بالمركز السادس وكلنا بنعرف الغزية عمل نفضة كبيرة من ناحية الأجانب، ثلاث لاعبين جديد وأجانب، يعني مثل ما بنعرف إذا كانوا على مستوى جيد يحكى أنه بيشيلوا الفريق يعني على الطريقة اللبنانية. نتأمل نشوف مستوى جيد للاعبين الأجانب مع الغزية هالموسم، بالإضافة كمان للاعبين اللبنانيين، لأنه الغزية دائما مركز يكون بين أندية الدرجة الأولى بلبنان. يعني طبعا فارس على صعيد الشباب الغزية شفنا بالموسم الماضي وجود جان كريستيان كيكي المهاجم الإيفواري، أيضا فرانسيس مولي كان عم يقدم أداء جيد بالمباريات، وأيضا على صعيد شباب الساحل يعني بكاري كوليبالي لموسم جديد، عبد العزيز نداي لموسم جديد، داوودا ديامي بعد انتقاله من البقاع، نتذكر كلنا بالمباراة أمام الأنصار بنهاية كأس النخبة الأداء الجيد يلي قدمه وأيضا الهدف الرائع يلي قدر يسجله. على صعيد اللاعبين الأجانب بفتكر الفريقين بيقدروا يكونوا مرتاحين، الغزية حتى يعني بوجود إرنست بارفو المهاجم يلي كان له أيضا تجربة بالمملكة العربية السعودية، الثلاثي الغاني ممكن يساعد الغزية بشكل كتير كبير ليكون عم يقدم موسم جيد على غرار الموسم الماضي، بالوقت يلي داوودا ديامي عم يحاول يهرب على الجهة اليمنى أيضا يعكس الكرة العرضية، العرضية باتجاهه لحيدر عواد، أيضا من الأسماء المنتظرة جدا القادم من فريق الأهلي النبطي من الدرجة الثانية، واحد من الهدافين المميزين جدا كان ببطولة الدرجة الثانية، ينتقل إلى شباب الساحل الموسم، واليوم بغياب عبد العزيز نضاي عم يكون موجود بالتشكيلة الأساسية، تشكيلته للمدرب الحاج حمود. شوفوا بالإعادة حيدر عواد لو كان عنده إحساس إنه الكرة رح توصل لهالمنطقة بالتحديد، لكن شوف الكرة كيف غيرت مسارها، يعني ما بعرف إذا الهوا لهالدرجة قوي تقدرت الكرة غير مسارها بهالطريقة، إلا إذا داوودا ديامي قاصد يلعبها بطريقة قوسية بهالشكل، حتى حيدر عوادة ما كان متوقعها تسقط بنفس المطرح يلي كان متواجد فيه. هيدا أحد أيضا نجوم الغزية كريم منصور، دوره محوري جدا بتشكيلته لحسن حسون
رمي التماس مقطوع الكرة. أيضا حمود كوليبالي سهير عبد الله. الطريقة اللي راح يدافع فيها الغزية هي راح تكون أكيد لها دور كتير كبير بإبقاء نجوم شباب الساحل بعيدين عن منطقة الحارس علي ليلى. أكثر من لاعب يقدر يلعب دور هجومي، يعني عم نحكي عن حسن كوراني، حيدر عوادة، داوود الدياماع، عباس عطوي طبعا خلفهم، والشباب الدائم للرقم 10 اللي معه الكرة حاليا بيلعبها لعند زهير عبد الله. زهير عم يسقط على أرض الملعب. خطأ لمصلحة قائد شباب الساحل. كرة بالخلف عند علي عبود. منو لعند محمد حمود، الكرة على الجهة اليسرى لعند كوراني، انتقل من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى الرقم 20 حسن كوراني. كوراني بخلي الكرة معه، حسن كوراني بيعود للخلف لعند حسين رزق، أيضا حمود، ما في أي تسلل، مطالبة كان من اللاعبين الغزية بوجود تسلل على حمود، لكن الكرة لا تزال مع شباب الساحل. عباس عاصي تدوير ممتاز للكرة، أيضا تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى، بتبقى مع الساحل، الخطورة ممكن تكون موجودة مع هالكرة، رح يلعبها زهير عبد الله إلى داخل منطقة جزاء. زهير بيلعب الكرة العرضية خطيرة لعواضة، إنما الكرة مرت عن حيدر عواضة. ممتاز جدا نقلة الكرة من قبل فريق شباب الساحل والطريقة اللي وصلوا فيها إلى منطقة الجزاء. حيدر عواضة مجددا كان أمام المرمى، بالتأكيد تمركزه الجيد ممكن يخليه يصنع خطورة كتير كبيرة بهالمباراة على مرمى علي ليلى. بدهم ينتبهوا من الأمر مدافعي الشباب الغزية، تحديدا رامي فقيه وكندي الموجودين بقلب الدفاع، مهمتهم راح تكون سهلة أبدا. داوود مرة جديدة هو عم بيهاجم على الجهة اليمنى، داوود دياماء بيتمتع بمهارات رهيبة، شوفوا شو عم يعمل داوود دياماء. أيضا الكرة العرضية، دفاع الغزية متماسك بهالأثناء، وأيضا الهجمات مرتدة هي سلاحه الأول. بتبقى الكرة مع الغزية، الرقم 7 كريم منصور بعيدة للخلف، مقطوعة مباشرة من رامي فقيه ومباشرة بتروح باتجاهه لبكاري كوليبالي. 10 دقائق مرت على بداية هالمباراة، الدقائق العشر الأولى، التعادل السلبي حاضر. وحيد علي ظاهر يلي موجود اليوم رغم الإصابة يلي تعرض لها مع المنتخب الوطني، موجود بين الخشبات الثلاثة لفريق شباب الساحل. يعني كان في كلام عن إمكانية غياب علي ظاهر عن مباراة اليوم، بالأحرى كان تعرض للإصابة خلال تمارين فريق شباب الساحل. صافر ايضا وخطا لمصلحه الساحل، الكره عم تتحرك سريعا، هدوء تام بالملعب بمدرجات مشجعي الساحل ومشجعي الغزيه بحاله ترقب وبحاله انتظار من دون شكل الهدف الاول بهالمباراه. مين راح يكون صاحب الهدف امبارح على نفس الملعب بالتحديد؟ التعادل السلبي كان حاضر بين الصفا والاخاء الاهلي على اي بالوقت. التضامن السور كان عم يسقط على ملعبه امام شباب البرج بنتيجه 1-2. ثلاث مباريات اذا الرابعة والخامسة اليوم، بيبقى العهد عنده لقاء مؤجل مع طرابلس. الكرة الملعوبة للأمام مرة جديدة عم تنقطع، يعني عم نلاحظ فارس التركيز الأكبر عند شباب الساحل هو على محاولة مهاجمة منطقة الغزية من طرفي الملعب بالتحديد. يعني بده يجرب فريق شباب الساحل يستوعب غياب عبد العزيز انداي، واحد من أخطر المهاجمين يلي موجودين عنا بالدوري، غايب. بس فريق شباب الساحل عم بيعتمد اليوم بشكل خاص على حيدر عوضة بخط الهجوم، باعتبار التشكيلة اللي عم بخوض فيها الساحل هي 4-3-3 4-2، إذا بتكون واحد هو عباس عطوي بيكون قدام لاعبين بخط الوسط يلي هن عباس عاصي وحسين رزق، وثلاث لاعبين بخط الهجوم. الحاج حمود بده ثلاث نقاط من هالمباراة. كرة عالية داخل منطقة الجزاء سهلة بين ايدين حارس المرمى علي ظاهر، علي ظاهر يلي لهلا مثله مثل علي ليلى بعد ما اختبروا بأي كرة بين الخشبات الثلاثة. مساحات واسعة عم نشوف أكثر من محل. داوودة بيلعب الكرة أمامية، حيدر بيبعدها قلب دفاع فريق الغزية بالوقت المناسب، علي قبيسي عم بيبعدها يمنع الخطورة دغري. زهير عبد الله ما بيضيع وقت ابدا، زهير عبد الله وعباس عطوي من اللاعبين المخضرمين يلي بعدهم عم بيعطوا كثير بملاعبنا اللبنانية. بمنتصف ملعب تمريرة كانت قاسم ليلى، بترجع لعند قاسم، امامية سريعة كانت من احمد مكي بتنقطع من نونا، بيتركها لعباس عطوي بمنتصف ملعب، عباس عطوي بيلعب الكرة السريعة
منه لحسن كوراني. حسن كوراني بيتقدم بمر لعباس عطوي، عباس عطوي بيطلع لمين؟ لا نونا كمان مرة، عباس عطوي ما رح يقدر يستفيد من هالكرة مع خطأ عم بيكون على فريق شباب الساحل، خطأ على فريق شباب الساحل. مباراة تانية عم بتكون بنفس الوقت بين السلام صغرتا والبرج على ملعب المردشية بصغرتا. نعطيكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة مع تسجيل أي هدف. كمان جانب من الجمهور والسيدات والجنس اللطيف يلي عم نشوفه بكثرة بملاعبنا هالموسم، خاصة أيضا أنه كرة قدم نسائية يلي عم نشوف تقدم وتطور كتير كبير على صعيد كرة قدم النسائية اللبنانية. بمنتصف ملعب عباس عاصي، على الجهة اليمنى لعند زوير عبدالله، زوير عبدالله بيتقدم بيلعب الكرة كمان مرة للعاصي، تنقطع سريعة من رامي فقيه ظهير أيسر فريق شباب الغزية. رامي فقيه ما عنده إلا يشتت هالكرة، أزبط شي بيعمل أنه يشتت الكرة. حسين رزق نونا حلو كتير لعند محمد حمود، محمد حمود على الجهة اليسرى الكرة بالطول منه لمحمد حمود، بيرجع بيخدها حمود بس الكرة اجتازت خط الملعب. اعتراض عم بيكون من فريق شباب الساحل ومن جمهور الساحل بيقول انه الكرة ما خرجت. بالإعادة لنشوف الكرة، اليوم تياب فريق شباب الساحل مميزين، تعودنا على فريق شباب الساحل باللون الأزرق. كرة أمامية حلوة كتير بهالوقت لفريق الغزية مع تدخل سريع سريع قبل ما يقدر بارفو يعمل شيء. بارفو يلي هون جرب يدخل منطقة الجزاء، جرب يسدد بهالكرة بس ممنوع، ممنوع لأنه على السريع دفاع الساحل كان موجود لإبعاد الخطر. برافو لعلي عبود، هيدا علي عبود يلي كان عم بيطالب بخطأ، ما في خطأ يا علي، في ركلة ركنية، ركلة ركنية بتتنفذ لفريق شباب الغزية داخل منطقة الجزاء. علي طاهر بيلتقطها، برافو لعلي، تايمينج مزبوط، توقيت مناسب، وعلي بيلتقط الكرة ليبعد الخطورة عن مرمي. تعرفوا هيك نوع من الكرات خطرة كتير إذا فلتت من إيد حارس المرمى، مع تكتل بيكون من اللاعبين يلي موجودين داخل منطقة الجزاء. الجمهور بلش أكثر وأكثر يزيد على مدرجات ملعب الرئيس فؤاد شابي جوني. كرة أمامية وفرصة لفريق شباب الساحل، معقول يشوف الهدف الأول؟ جول 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 عباس عطوي، عباس عطوي بعدنا عم نحكي عنه، اللاعب يلي ما بيخطر أبدا أبدا، هاي الخبرة، هيدا عباس. الله يا عباس شو ذكي، عرفت كيف تمرق، عرفت كيف تاخذ الكرة من فوق حارس مرمى الغزية. علي ليلى ليعلن، عباس عطوي عن تقدم فريق شباب الساحل بالهدف الأول بالمباراة. عباس عطوي يا ريتك ابن 22 لتعطي بعد أكثر وأكثر وأكثر بالملاعب. شوفوا هالتمريرة الرائعة، ما في تسلل، في سوء تغطية من الدفاع، وتمريرة كانت أكثر من رائعة من داوودا. وعباس عطوي شربل عم بيفتتح التسجيل ليعلن تقدم فريق شباب الساحل بعد مرور 16 دقيقة على بداية المباراة 1-0. مرة جديدة عباس عطوي، مرة جديدة الرقم 10 عم يقول العمر منه عبرة، لأنه مرة جديدة عم يقدر يوصل إلى الشباك، عم يأكد تألقه، عم يأكد بدايته القوية الموسم. ابن الأربعين سنة دائما حاضر، دائما بسجل بحرفن كتير كبير وبلمس جميلة وبإحساس جميل تجاه الهدف. كان عم يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة على شباب الساحل. المباراة راح تصير أحلى من دون شك، لأن الغزية راح يجرب يرد بشكل سريع، وأيضا الساحل ما راح يكتفي بهدف لأنه بأدائه الهجومي دائما حاضر. شوف عباس عطوي، يعني خروج علي ليلى باللحظة المناسبة، لكن عباس عطوي ما انتظر، ما فكر مرتين ليحط الكرة داخل الشباك من فوق لعلي ليلى تماما. هدف جميل جدا للرقم 10، عن جد عباس عطوي كل ما بيكبر كل ما بيجوهر، رائع جدا هدفه كان، وبهالطريقة يلي سجل فيها من فوق لعلي ليلى. 1-0 للساحل. شو راح يكون رد الغزية بهالأثناء؟ اللعب متوقف بالوقت الحالي، سلامات لعباس الموجود خارج أرض الملعب. استئناف اللعب والكرة مع الفريق المتقدم، مع صاحب الضيافة شباب الساحل
عباس عاصي. أنا الجميل بملعب مجمع رئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني كل شيء أخضر، أرضية الملعب، حول الملعب، فوق الملعب، كل مطرح أخضر. وكرة القدم اللون الأخضر هو اللون الأول في لون الملعب، وبالتالي بنأمل كل ملاعب لبنان تكون بنفس الصورة وبنفس الشكل، لأنه بنهاية الأمر الملعب هو اللي بيعكس الصورة الجميلة أيضا عن اللعبة. حمود من جديد لعند العطوة بقدمه اليسرى، جميلة جدا لعند الكوراني. حسن كوراني بيعمل كنترول وبيحمي كرته بمواجهة علي بيسي. كوراني بيحافظ على كرته، لاعبين على حسن كوراني، الكرة إلى خارج أرض الملعب. من جديد رمي التماس، عباس عطوي عم يصارع على كل كرة، بتبقى مع الساحل مع الكوراني تحديدا، الكرة إلى داخل منطقة جزاء المرة سهلة لعند علي ليلى. كرة للأمام، بكاري كوليبالي، الصراع السنغالي الغاني مع إرنست بارفو، رح تشوفوا كثير بهالمواجهة الثنائية على أرض الملعب. عطوي مرة جديدة على الجهة اليمنى، زهير عبد الله، زهير منه لعباس عطوي، أيضا زهير عبد الله، داوودا، داوودا على الجهة اليسرى، داوودا، داوودا. كورنر، كورنر لشباب الساحل بهالأثناء. حاج حمود دائما قلق، دائما بتعليماته على خط الملعب، ودائما بيترك ملاحظاته للاعبين البدلاء حول كل شيء عم بيصير على ارض الملعب. كورنر اذا لشباب الساحل الى يساره لعلي ليلى. هل ممكن الساحل يقتل المباراه بشكل مبكر؟ عباس عطوي صاحب الهدف الوحيد هو يلي عم ينفذ الكره بالوقت الحالي. عباس، خمس لاعبين من الساحل داخل منطقة جزاء، ممكن ينضم لهم حسين رزق أو زهير عبد الله الموجودين على مشارف المنطقة. الكورنر إذن، عباس بيلعب الكرة على العارضة البعيدة، حيدر عواضة ما في أي خطأ، كوليبالي بيحولها بالرأس، علي عبود أيضا للحمود برواء وبهدوء، بيحاولوا الساحل يطلعوا بالكرة، ممتازة كانت من الحمود لعند داوودا، داوودا من جديد على الجهة اليمنى عم يلعب فوتبول حلو شباب الساحل بالوقت الحالي، وأيضا الكرة العرضية، الكرة العرضية وعلي ليلى هالمرة على مسارة، خروج حارس الغزية بتوقيت مناسب لالتقاط الكرة، نقلة كرة جميلة من شباب الساحل عند عم يسرع إيقاع اللعب بتمريراته السريعة، بتمريراته من لمسة الوحدة عم يقدر يوصل بسهولة إلى منطقة شباب الغزية. الغزية ما عم يضغط على حامل الكرة بشكل كبير بمنطقة الوسط، هذا الأمر عم يسمح لشباب الساحل بنقل الكرة. أكيد عم يسمح له بنقل الكرة بشكل مريح على الجهة اليسرى. تبقى مع الغزية حسن الحاج، حسن الحاج أيضا بيلعب الكرة العرضية سهلة بين يدي علي ظاهر، سهلة الكرة بين يدي علي ظاهر. علي ظاهر يلي خاض المباراة الودية أمام سلطنة عمان، مباراة منتخب لبنان، لكن الخسارة للأسف كانت بانتظار منتخبنا الوطني، وعلي ظاهر كان هو الحارس وتلقى هدف بتسديدة من مسافة بعيدة. أكيد حارسنا الشاب بيتعلم كثير من هالمباراة، يعني المنتخب الوطني اللي بمرحلة انتقالية بالوقت الحالي مع دخول عدد من الوجوه الشابة إلى صفوف المنتخب، وبالتالي الاحتكاك مطلوب بالنسبة لهالشبان، وأيضا المشاركة بالمباريات تماما مثل ما شارك علي ظاهر بشكل أساسي أمام سلطنة عمان. داوودا ديامي من جديد نجم البقاع السابق يلي انضم إلى صفوف شباب الساحل، وفاة سريعا بالمنظومة الساحلية. زهير عبد الله، عباس عطوي يشوفوا محور اللعب وين ما كان موجود على خط التمرير، شوفوا قد ايه قراب من بعضه، شوفوا كيف عم يلاقوا بعضه اللاعبي الساحل مع الكره الملعوبه على الجهه اليسرى لحمود، دخل منطقه جزاء خطيره جدا، ممكن تكون حمود، حمود حمود حمود، جول من نيران الصديقه وعن طريق الخطا،
كان رامي فقيه عم يسجل داخل مرمى، لكن تحسب من دون شك لمحمد حمود الطريقة يلي اقتحم فيها منطقة الجزاء ولعب هالكرة العرضية. مش رامي فقيه بالتأكيد كان أحد لاعبي شباب الساحل حيوضع الكرة داخل المرمى من بعد ما مرت على علي ليلى. ما معقول يلي عمله محمد حمود، لكن الأجمل قلت سلسلة التمريرات، يعني إذا شفنا بالإعادة من وين انطلقت الكرة وكيف انطلقت الكرة وكيف حسين رزق حطها عند الحمود. شوفوا الحمود يا سلام بالرأس كيف أخذها وهرب من كريم منصور، هون عم يلعب الكرة العرضية لحيدر عواضة. يعني مثل ما قلت لو مرامي فقيح حولها لداخل الشباك كان حيدر عواضة بالمكان المناسب ليهز الشباك ويضيف الهدف الثاني. تمريرة رائعة من نونا، تمريرة رائعة من حسين رزق، وأيضا أروع يلي عمله محمد حمود بهالمجهود. يعني طبعا اللي عمله مع اقتحامه لمنطقة الجزاء، شوفوا الكنترول بالرأس، حط الكرة أمامه وهرب من كريم منصور، لكن رامي فقيه ما قدر يهرب من الخطأ الجسيم، الخطأ القاتل. 2-0 وعلى ما يبدو فارس المباراة رح تعوض لنا مباراة امبارح تحديدا على صعيد الأهداف، هدفين بأول 23 دقيقة ودائما لمصلحة شباب الساحل. فريق شباب الساحل تقدم مريح، يعني بعد 23 دقيقة 2-0 أكثر متفائلين من فريق شباب الساحل، ما كانوا بيتوقعوا النتيجة أبدا. كرة بيخسرها هون بهالوقت ستيفن لاعب من غانا، اللاعب الجديد يلي يعني عم بفوت موسمه الأول، وسابقا كان يلعب بغانا، ما كان محترف بأي دولة خارج بلاده. بهالوقت كمان البرج عن طريق تياغو أمارال عم يتقدم 1-0 على فريق السلام صغرتا، ونتائج الدرجة الثانية والإصلاح برج الشمالي بيتقدم على ناصر برليس 2-1، النهضة برليس على الرسي 1-0، وتعادل اجتماعي وسبورتنج الرياضي بنتيجة 2-2. رح نعطيكم نتائج كاملة مع نهاية المباريات أو أي شيء رح يتسجل خلال هالمواجهات. فرصة جديدة كانت كمان لفريق شباب الساحل يلي متعطش للأهداف، متعطش لأول 3 نقاط بالدوري قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة الأسبوع المقبل مع فريق الأنصار. يعني علي ليلى ما بيقدر يعمل شيء أبدا للهدف الثاني لهالكرة يلي كان في سوء تغطية خلينا نقول من كريم منصور، كريم منصور ما قدر يلحقه مثل ما لازم لمحمد حمود، محمد حمود انطلق دخل منطقة الجزاء ومرر الكرة رامي فقيه. يعني جرب يعمل شيء بس رامي فقيه أول لاعب عم بيسجل خطأ بمرمى فريقه بدوري ألفا لهالموسم. فريق شباب الغزية اللي عنده نوعا ما عم بيكون قلة وصل بين خط الوسط والهجوم. كرة وخطأ واضح، خطأ واضح هون لصالح فريق الغزية، الحكم محمد درويش بيطلب إعادة تنفيذ الكرة من جديد. ما بينفع الاعتراضات أبدا يا عباس، قوم عباس عاصي ومرر والعاب قود واعطيك كل شيء في عندك، فريقك متقدم بنتيجة 2-0 لهلا، التحكيم ممتاز ما في شيء ابدا باللقاء. زهير عبد الله، زهير عبد الله جرب، زهير عبد الله ينطلق، الحكم بيقول ما في شيء ابدا، اعتراض كان من زهير عبد الله يلي كان عم بيطالب كان بلمسه يد. فريق الغزيه لازم يرد بهدف ليبقى باجواء المباراه، لانه الفارق هدفين، منه الفارق هدف ابدا. لمين هالكره؟ مش لحدا ابدا، حتى محمد حمود كان بيقدر يتركها. هون الخطأ يلي صار، عباس عاصي عم بيطالب انه الخطأ لإله. تمريرة أمامية، في مشكلة بدفاع فريق الغازية، بده ينتبه كثير منيح حسن حسون على مركز الظهير الأيمن بالفريق يلي بيشغلوا علي قبيسي حاليا. ما لازم علي كثير يترك منطقته لأنه فريق شباب الساحل عم يعتمد على هالمركز تحديدا بالانطلاق. كرة حلوة داخل منطقة الجزاء بيبعدها حمود لخارج الملعب، ركلة ركنية جديدة لفريق شباب الغزية. هذا الحاج حمود وإلى جنبه علي فقيه، اسمين من الأسماء الكبيرة بعالم كرة القدم. كريم منصور على التنفيذ بيلعب الركله الركنيه وما في مين يتبعها مثل ما لازم بين ايدي علي ظاهر، سهل كثير، سهل كثير لعلي ظاهر يلي بعد ما اختبر من بدايه المباراه. سريع الكره بتروح لعند كوليبالي،
نرجع نشوف الركلة الركنية، كان بيقدر أفضل من هيك ينفذها الغزية، بس الأمور سهلة لهلا لفريق شباب الساحل اللي ما عم يتعرض للضغط أبدا، والأمور سهلة عم بتكون، عم بيكون أفضل انتشارا على أرض الملعب، وعم بيقدر يوصل أكثر بكثير لمرمى الغزية. حسين رزق نونا صاحب التمريرة القاتلة للهدف الثاني. داوودا كان عم بمرر الهدف الأول، هو الأسس الاثنين اللي صاروا لليوم. هذا اللي عم نقوله، شوفوا التمريرات بين خط الدفاع سهل كتير الأمور. علي عبود بمرر لكوليبالي، كوليبالي بمنتصف ملعب لعند عباس عاصي، بترجع الكرة لعند عباس عطوي. عباس عطوي صاحب الهدف الأول بهالمباراة، بيلعب الكرة لزهير عبد الله، زهير عبد الله، زهير 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 بمرر، ما زال الخطر موجود بعد الكرة ساحلية، وبيسدد زهير عبد الله وبيبعدها حارس المرمى علي ليلى. ركلة ركنية جديدة، قد ايه بدك تتعب يا علي ليلى بمباراة اليوم إذا تابع ضغط الساحل بهالطريقة، وإذا تابع خلق الفرص قدام المرمى. بالإعادة بنرجع بنشوف زهير عبد الله فضل إنه يسدد، سدد، والكرة هون على دفعتين علي ليلى عم يبعدها لخارج الملعب لركلة ركنية. الساحل عم يحصل على كوردر جديد، محاولة جديدة كمان لفريق شباب الساحل ليرفع رصيده أكثر وأكثر عن طريق عباس عطوي، بيرفع الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء، بيبعدها بارفو، بارفو يلي عم بيرتد ليساند خط الدفاع. علي عبود بيلعب الكرة لعند داوودا، داوودا بيخسرها من بارفو، بارفو بيلعب الكرة بطريقة حلوة كتير، بطريقة فنية، ما عم بتضاين الكرة مع لاعبي فريق الغزية. دغري عم تنتقل لفريق شباب الساحل. الله الله على التمريرات، الله على الفن يلي عم نشوفه من فريق شباب الساحل بمباراة اليوم، وفرصة الهدف الثالث. مش معقول، مش معقول، مش معقول شو عم بيصير قدام مرمى فريق شباب الغزية. يعني حسن حسون لازم يشوف الأمور ويتدارك الوضع، وإلا رح تكون صعب كتير عليه الأمور بالشوط الثاني. فريق شباب الساحل بسهولة تامة عم يوصل لمرمى الغزية من دون أي صعوبة. تبادل كرات وتناقل كرات رائع جدا عم بيكون من الساحليين، وهذا يلي شفناه منهم خلال كأس النخبة ويلي أحرزوا اللقب بفوزهم بالمباراة النية على الأنصار وقتها بركلات الترجيح. نص ساعة شربل على بداية مباراة، الأمور سهلة لهلا لفريق شباب الساحل. ومن جديد الكرات العرضية هي اللي عم تعمل الخطورة على مرمى الغزية. شوف هون الكرة كيف مرت، يعني لو وصلت لعباس عاصي كان على نقطة البنالتي تماما بمكان مناسب جدا لتسجيل الهدف الثالث. ممتاز جدا الكرة من حسن كوراني، كان طريقة اللي عم يضع باتجاه حيدر عواضة أو عباس عاصي، لكن اللاعبين ما قدروا يوصلوا له. هيدا عباس عاصي جوكر فريق شباب الساحل بخط الوسط بمركز الارتكاز، بيقدر يكون موجود أو بمركز الظهير الأيمن، أكثر من دور بيقدر يلعبوا على أرض الملعب الوقت يلي شباب الساحل حاليا هو كل شيء على المستطيل الأخضر بمجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي بجونية، مع تقدم بهدفي عباس عطوي بذكر ورامي فقيه بالوقت يلي البرج متقدم على السلام بصغرتا 1-0 بهدفه لتياغو أمارال لاعب طرابلس السابق. حسن الحاج هو يلي حاليا معه الكرة على الجهة اليسرى، أيضا بيلعب الكرة العرضية إلى داخل منطقة جزاء. الخطورة فاجأته تماما لعلي ظاهر، فاجأته تماما لعلي ظاهر، لحسن حظ شباب الساحل انه كان علي ظاهر بالمكان المناسب ليبعد هالكرة، او كانت رح تروح مباشرة باتجاه مرمي. كرة ملعوبة من جديد، دائما التركيز على الجهة اليسرى مع حسن الحاج، لكن وجود زهير عبد الله بخبرته الكبيرة عم توقف الهجمات بالنسبة لشباب الغزية. داوودا تمريته خاطئة هالمرة، كريم منصور ما شفناه بدوره الهجومي لأن عم يكتفي بالشغل يلي عم يعمله على أرض الملعب دفاعيا. هون بالإعادة علي عبود مش مسموح تخلي هالكرة تمر عنك بهيدي الطريقة، كرة كيف مرت عن علي عبود فاجأت علي ظاهر تماما، اعتقد علي ظاهر إنه علي عبود حيبعدها. بمنتصف الملعب مرة جديدة ستيفن، ستيفن إيساو ويلي كان عم يتلاقى الكرة ماشية مع الغزية، ايضا الصراع بوسط الملعب احمد مكي ويا اللي كان عم يخسرها داوودا ديمي، عم تروح لعند حسين رزق. تبادل المراكز ايضا ممتاز من قبل لاعبي الساحل، وايضا الكره خطيره هالمره من حسن كوراني. تبادل المراكز خصوصا الطريقه يلي بينتقل فيها
حسين رزق نونا على الطرف عم يعمل الخطورة هالمرة، هو يلي لعب الكرة العرضية. كوراني كوراني الرأسية، يا كوراني شو بدك أحسن من هيك؟ في سجل كان حسن كوراني برأيي، كان بمكان مناسب جدا ليحول الكرة إلى الشباك. حسن حسون قلق أكيد مش هيدي البداية اللي كان بيأمل فيها فريقه بهالمباراة. ستيفن جديد للأمام، وأيضا الكرة مقطوعة كتار هني الكرات يلي عم ينقطعوا من شباب الغزية، والسبب بسيط، الضغط يلي عم يعمله شباب ساحل على حامل الكرة عم يخلي لاعبي الغزية يتخلصوا منها بشكل سريع، وبما انه منو قراب على بعض ما عم يقدروا يوصلوا الكرة لبعض بشكل سهل، عم تكون صعبة عليهم الأمور. مرة جديدة الغزية عم يحاول، كريم منصور عم يخسرها، حسن حظه المرة موجود محمد الدر. من جديد احمد مكي، الكره لعند كريم، كريم بقدمه اليسرى بحاول يلعب الكره للامام، الخطوره ممكن تكون موجوده، بتبقى مع الغزيه للخلف من جديد. لاحظوا الضغط، وتضييق المساحات يلي بيعملوها لاعبي شباب الساحل. حتى حيدر عواضه رأس الحربي هو عم يكون أول لاعب عم يضغط، ولاحظوا النتيجة، كرة مباشرة عند علي ظاهر بسهولة تامة. ممتاز الشغل الدفاعي يلي عم يعمله شباب الساحل بالوقت الحالي. عباس عاصي عم يستلم من جديد، علي عبود ترجع لعند عاصي، كوليبالي عم نقرب اكثر واكثر من داية العشر الاخيره لانتصاف هاللقاء. الساحل دائما متقدم وعم يتعامل مثل ما عم تشوفوا مع المباراه ببروده اعصاب كثير كبيره، تناول للكره بالخط الخلفي من دون اي ضغط من قبل لاعبي الشباب الغزي، يعني هيدا امر غريب، فريق متاخر بهدفين وما عم يضغط على حامل الكره وبهالوقت تحديدا من المباراه، يعني اكيد لياقه لاعبي الشباب الغزي بعدها جيده ليقدروا يعملوا عمليه الضغط. عاصم من جديد لعند عباس عتوي، كابيتانو النجم السابق ونجم الساحل الحالي، معه الكرة دائما بخط الوسط لعند علي عبود، ايضا حسين رزق لعند العطوي. الموسم الماضي شباب الساحل سجل 32 هدف وتلقت شباكه 32 هدف، رغم انه كان بالمركز الخامس، لكن الواضح كان عنده مشكلة دفاعية عدد كبير من الأهداف تلقى. بالمناسبة يعني مثله مثل الإخاء الأهلي علي كان عم يتلقى 32 هدف، ومثله مثل الرسنج يعني أحد الفريقين يلي هبطوا إلى بطولة الدرجة الثانية سجل بمرمي 32 هدف، لكن الفارق أنه الساحليين قدروا يسجلوا 32 هدف، حتى كانوا أفضل من الإخاء على الصعيد الهجومي، الإخاء الرابع لكن ب 28 هدف. بالوقت يلي الشباب الغزية تلقى 31 هدف وسجل 24 هدف. حاليا الكرة على الجهة اليسرى، محاولة للمرور والكرة الملعوبة كانت من علي قبيسي مقطوعة من جديد. شباب الساحل بده يحاول يرتد مع عباس عطوي، عباس هالمرة تمريرته قصيرة لداوودة، رغم الشيء داوودة عم ينجح انه يلحق بالكرة زهير عبد الله، زهير لداوودة، يعني اكيد بتأمل انه الهدفين المبكرين اللي سجلهم شباب الساحل ما يقتلوا المباراة، ما يقتلوا الإيقاع يلي بدأ فيه الساحل. على كل حال الساحليين عندهم كثير يقولوا، ما بفتكر رح يكتفوا بالهدفين في حال أرادوا تحقيق انتصار لافت جدا ببداية المشوار. والغزية لا شك عنده بعد كلمة أولى، يعني من الممكن الحديث عن فائز أو خاسر بهالمباراة. كرة حاليا على الجهة اليسرى مع الكوراني، الحمود من جديد، العرضية مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. كرة رح تكون رمي التماس لشباب الساحل، كوراني مرة جديدة، كوراني لعند الحمود، محمد حمود لحسين رزق، علي عبود بالخط الخلفي، علي عبود بينقل الكرة على الجهة اليمنى، زهير عبد الله، زهير بيخلي الكرة معه،
داوودا بتروح لعند عباس عطوي، بتبقى مع داوودا. الخطوره ممكن تكون موجوده بهالكره مع شباب الساحل. حسن كوراني، حسن كوراني عم يفتش عن التسديده. حسن كوراني بين ثلاث لاعبين بحافظ على كرته، ممتاز جدا حسن كوراني لعند عباس عطوي. عباس بقدمه اليسرى بينقلها على الجهه اليمنى، زهير عبد الله موجود، بترجع لعند عباس. حصار حاليا من قبل لاعبي الساحل لمنطقه الغازيه مع عطوي اللي بيلعب لعند داوودا. داوودا بحاول يمر، ممتاز المجهود الفردي من داوودا. الكره عم تتهيأ مره جديده على مشارف بطل عباس عاصي، راح يسدد. الكره عم ترتد من حيدر عواضة ومباشرة إلى علي ليلى، مباشرة بين يدي علي ليلى. لا يزال فارس بحرية تامة عم يقدر يتنقل. شباب الساحل بنص ملعب أو بملعب الغزية وعم ينقل الكرة أيضا وهو مرتاح. الساحل أفضل، وهذا الشيء اللي عم ببين من بداية المباراة، مش بس تقدم بالنتيجة كمان بالسيطرة والفرص اللي عم بيخلقها فريق شباب الساحل والوصول لمرمى الغزية. شوط أول يمكن للغزية للنسيان، بعد باقي يعني 8 دقائق مع الوقت الضايع اللي رح يكون لفريق شباب الغزية ليجرب يقلص الفارق ويرجع يدخل بأجواء الشوط الثاني، أو الأمور رح تزيد صعوبة أكثر وأكثر. الكرات الطويلة ما عم تعطي نتيجة أبدا، لأنه محمد حمود دائما عم بيكون موجود بالمكان المناسب بهالوقت. انطلاقة من الكوراني، الكوراني الكوراني بيتقدم، بيتقدم الكوراني معه كريم منصور. الكوراني الكوراني بيدخل، بيدخل الكوراني وبيحصل على ركلة ركنية. يعني الكوراني شوفوا من وين ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، مع كل كرة ثابتة أو ركلة ركنية بكاري كوليبالي عم بيتقدم لمساندة فريقه. لاعب بيمتاز بطول القامة وعنده كرات رأسية بتكون خطرة كتير، ولاعب هداف كمان بكاري كوليبالي. علي ليلى حارس مرمى الغزية، كرة كمان كادت عباس عاصي، كاد يعملها لعباس، كان يسدد داخل الشباك وكانت الأمور انتهت، المباراة انتهت من هلا إذا بتكون. لو الكرة كانت داخل الشباك من عباس عاصي، كرة عالية ما رح تشكل خطورة أبدا على مرمى علي ليلى. علي ليلى يلي عم يتحمل عبء الهجمات الساحلية تحت ايدة الحش حمود يلي عم نشوفه قدامنا. في تبديل سريع عم بيكون بصفوف فريق الغزية، تبديل سريع مع دخول هادي ماضي. هادي ماضي يلي عم يدخل لأرض الملعب بدلا من أحمد مكي. هذا تبديل حسن حسون ارتقى انه يعمله، تبديل تكتيكي يغير الأمور. بركي بيقدر هادي ماضي يعيد الثقة أكثر لخط الوسط الغائب تماما بصفوف فريق الغزية. وصلنا لدقيقة 40، خمس دقائق من الوقت الأصلي لنهاية الشوط الأول، والنتيجة مثل ما شايفين عبر شاشة الام تي في، تقدم الساحل على الغزية 2-0 بالمباراة اللي عم تبع مباشرة من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجوني. كرة حاليا مع فريق الغزية، بيخسر الكرة الغزية، الحكم بيقول ما في خطأ. أمامية، هل رح يروح حيدر لحاله؟ بحطوا الكرة خارج الملعب. برافو بكل روح رياضية، فعلا حيدر عواضة ممتاز بهالكرة خارج الملعب، لأنه في إصابة ستيفن على أرض الملعب لاعب فريق شباب الغزية. هون كان تعرض للإصابة رقم 6، والحكم كان عم بيقول انه ما في خطأ على علي عبود تحت انظار محمد درويش. رمي تماس بالمرداشية، ما زال البرج متقدم 1-0. صار له 8 سنين بالملاعب يلي كنا عم نشوفه يونس البول بويز، يعطيهم العافية فعلا الشباب يلي تحت الشتاء وبالشمس دايما موجودين ليلموا الطبيط. بكاري كوليبالي لزهير عبد الله، عم نقرب من نهاية الشوط الأول والنتيجة. تقدم الساحل 2-0، هدفين لعباس عطوي وهدف خطأ بمرمى فريقه لرامي فقيه. زهير عبد الله بيتقدم، زهير بيلعب الكرة عالية حلوة كتير كتير لعند الكوراني. الكوراني على الجهة اليسرى، الكوراني بمرر لحمود، حمود داخل منطقة الجزاء، حمود بيحصل على ركلة ركنية. حمود ذكي كتير، عرف فرح يقدر يوصلها للكرة مثل ما لازم، فضل انه يحصل على كورنر افضل من لا شيء،
وهو كان وراء الهدف الثاني لفريقه. هذه ماضي مواليد عام 2000 معار من فريق العهد. ركلة ركنية. الكوردر بيتنفس داخل منطقة الجزاء. بيبعدها. أوه في خطأ، الحكم بيقول أدفانتج مع خطأ، وفي إنذار. في إنذار، إنذار واضح كان. لا غبار عليه على نونا حسين رزق يلي بيحصل على أول بطاقة صفراء بهالمباراة. بعد الخطأ الواضح والقاسي على كريم منصور، كريم منصور أخذ كرة وهيدا الخطأ. يعني ما في يعترض أبدا نونا، بس فاول فينا نقول ذكي بمنتصف ملعب ليوقف الهجمة، هجمة شباب الغازية. كريم منصور بيرجع يقوم لمتابعة المباراة. حاليا على الجهة اليمنى محمد الدر، محمد الدر يلي بيمرر لقاسم ليلى، قاسم ليلى أمامية بدوره لمهاجم الفريق أرنست بارفو، بيحصل على الكرة لصالحهم. ركلة ركنية لفريق الغزية باللحظات والدقائق الأخيرة من عمر هالشوط. كريم منصور على التنفيذ، كريم رح يلعب الكرة بسرعة، ما رح يتأخر أبدا، على أمل انه يقدروا يعملوا شيء الغزية. هيك بيتأمل جمهور الفريق قبل ما يدخلوا للشوط الاول، والتقدم 2-0. سهولة سهولة والامور انتهت فينا نقول بالنسبة للشوط الاول. شربيل 2-0 تقدم الساحل، الساحل الا اذا تغير شيء يعني بهالوقت، بس تقدم مريح، تقدم واضح، والسهولة بالوصول لمرمى الغزية. هيدي العنوان الأبرز عند الساحليين بالشوط الأول. بالوقت يلي دايم الوقت المحتسب بدل عن ضائع بالمباراة بين السلام زغرتا والبرج، الشوط الأول لا يزال نتيجة على حالة 1-0 لمصلحة البرج بهدفه لتياغو أمارال. أكيد المباراة عم نذكر فيها لأن تقدروا تتابعوها مباشرة عبر شاشة وان بالتزامن مع المباراة يلي عم تتابعها سوا على الام تي في. كرة حاليا على الجهة اليمنى، شباب الساحل، تمرير الوقت وتمرير الثواني وتمرير الدقائق مع نهاية الشوط الأول. طبعا بانتظار صافرة الحكم محمد درويش، بعد أكيد حسن حسون عنده الكثير يقوله للاعبينه لمحاولة العودة بهالمباراة، لكن كيف بالوقت يلي الساحل هو عم يكون مستحوذ بشكل كبير وعم يتحرك بشكل أفضل وعم يصنع الخطورة الأكبر مع حيدر عواضة تحديدا حاليا بنص الملعب، بعيدة للخلف لعند علي عبود، بتروح لعند نونا. دقيقة فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، عم يرفع الحكم الرابع أحمد دمج. داوودا ديامي أو كوليبالي بيلعبها لعند داوودا ديامي، داوودا وعم يستلم حاليا لكوراني، كوراني باللبسة واحدة جميلة جدا، ممكن الخطورة مرة جديدة هالمرة، الكرة عن الجهة اليمنى لكن بعيدة بعيدة بعيدة، كوراني لا تزال الكرة معه. شباب الساحل بالهجوم، شباب الساحل ممكن يضيف هدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول مع التسديدة القوية لداوودا، إنما كانت بعيدة عن مرمي علي ليلى. محمود عليمي المدرب المساعد بشباب الساحل، هيدا داوودا امامنا، اكيد داوودا بيسدد بشكل افضل، شفتوا كلكم هدفه بنهائي كاس النخبه امام الانصار، واحد من اجمل الاهداف يلي شفتها بالفتره الاخيره بالملاعب اللبنانيه. ركله مرمى عند علي ليلى اكيد رح تكون الكره الاخيره بالشوط الاول، لانه محمد درويش عم يطلع بساعته وعم يعلن عن نهايه الشوط الاول من لقاء شباب الساحل وضيفه الشباب الغزي بتقدم الساحلي 2-0. عباس حطوي كان افتتح التسجيل لاصحاب الضيافه، ورامي فقيه بالخطا كان عم يسجل داخل مرمى. اذا الساحل متقدم 2-0، شوط ثاني بالانتظار، بنامل انه يكون افضل. سريعا الى فاصل اعلاني ومن ثم العوده الى جوني، ومتابع نحن وياكم استوديو التحليل ومن بعد الشوط الثاني من هاللقاء.